اسمي كريم روجرز انا مدير التنفيذي لمدرسه الالسن نيو جيزه احنا فاميلي بزنس احنا في مجال التعليم بقالنا حوالي 50 سنه عندنا حوالي 2300 طالب وحوالي 750 موظف تيتشرز تيتشر اسيستنتس المانجمنت احنا وي برايد ان احنا من الاحسن مدارس في مصر او في الشرق الاوسط احنا كمدرسه من اهم الحاجات اللي احنا وي وونتد تو اوفر ا فيرست كلاس سيرفيس وان 21st سنتري سيرفيس اند وي ونت مع في ام وير ويل سبورت التوب تك اند ذا ريزن فور في ام واز ذا كوست اوف اوبريشن زيرو داون تايم سيرفر ستابيليتي ريموت اكسس للبيرنتس ريموت اكسس للستاف للستودنتس السكيورتي اهم حاجه ستابيليتي 3 ييرز ستابيليتي فالمانجمنت واز فيري امبورتنت يعني اتس ا فيري فيري بيج سكول 2300 طالب ف يو كان بي كنترولينج حوالي 4000 ل 5000 ديفايس اون كامبس فديس از واي ات از فيري امبورتنت ان وي ونت وذ ذا ليتست تكنولوجيز ثرو VMware اند TOPTECH يعني.